في البدء لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولأهمية ذلك في استمرار القناة. ما هو ذلك الجرم السماوي الذي يتميز بأشكاله العجيبة والجميلة وألوانه البراقة الساحرة التي تأخذ بالألباب؟ نحدق فيه في ذهول ولا نملك إلا أن نقول سبحان الله. ذلك السديم الغامض ماذا يفعل في الكون؟ ولماذا يتميز بأشكال براقة وأحيانا مظلمة؟ وما هي تلك الأشكال العجيبة والغامضة لهذا السديم؟ وكأنها تقوم بشيء عظيم في صمت، تقف شامخة بمنظرها الخلاب وأحيانا المرعب، ويحيطها الغموض من كل جانب. ما هو السر الكامن وراء ذلك الجرم السماوي الغامض؟ ابقى معي للنهاية، لأنه قد حان الأوان لنكشف سر تلك الأجرام السماوية ونتعرف على حقيقتها عن قرب وعملها العظيم في الكون. السديم هو سحابة عملاقة تتميز بمظهر منتشر وغير منتظم، ويتكون من غاز الهيدروجين والهيليوم والغبار الكوني. السديم هو أجمل الأجرام السماوية على الإطلاق، وذلك بسبب الألوان الرائعة المنعكسة من العناصر التي يتكون منها السديم. يمتد السديم في الفضاء لمسافات شاسعة تصل إلى مئات السنوات الضوئية. تولد النجوم وتتصنع داخل السديم الذي بمثابة رحم لها، حيث تتكون وتنشأ النجوم داخل السديم الذي يحتوي على المواد اللازمة لنشأتها. كذلك تتكون الكواكب داخل ذلك السديم، وتتكون المجموعات الشمسية بأكملها داخله. تتجمع جزيئات الغاز والغبار داخل السديم مشكلة كتلا كبيرة لتجذب بدورها المزيد من العناصر المنتشرة داخل السديم، حتى تصبح كتلا هائلة، ثم تتحول تلك الكتل إلى نجوم. وقد تستغرق تلك العملية لولادة نجم واحد إلى مئات الآلاف من السنوات. وفي بعض الأحيان يتكون السديم من بقايا نجم ميت، حيث ينفجر النجم وينتج عنه مجموعة من الغازات والأتربة والأشعة التي تسمى المخلفات النجمية، ويتكون السديم أيضا من تلك المخلفات النجمية. إذن فالسديم ينشأ من الغاز والغبار، أو ينشأ من مخلفات نجم ميت. أنواع السديم: السديم المظلم هو سديم يمنع الغبار والغاز الكوني فيه الضوء من العبور بسبب كثافته الشديدة، ويحجب بذلك كل ما ورائه، وهو بذلك لا ينتج ضوء ولا يعكسه، ولا يمكن رؤيته إلا بمشاهدة أطراف السديم التي تعكس بعضا من ضوء نجوم قريبة. وأمثلة السديم المظلم هو سديم رأس الحصان. السديم العاكس للضوء هو سديم يشبه السديم المظلم من حيث طبيعته، لكنه يلمع نتيجة انعكاس الضوء عليه من النجوم المحيطة به. ومثال للسديم العاكس للضوء هو سديم عنقود الثريا. السديم الإشعاعي هو سديم يتولد منه الضوء نتيجة طبيعة الغازات التي يتكون منها. ومن أمثلة السديم الإشعاعي هو سديم النسر. وانقسم السديم المشع إلى أنواع: السديم الكوكبي، وهو المرحلة الأخيرة من حياة نجم خفيف الكتلة. سديم الهيدروجين هو سديم يتكون من الهيدروجين بمختلف ذراته. سديم بقايا المستعر الأعظم هو سديم مشع ناتج عن انفجار نجم كبير الكتلة. فقاعات وولف هو سديم يشبه بقايا المستعر الأعظم، ينتج فقاعات غاز ناتجة من القذف التدريجي لنجم حار عالي الكتلة في نهاية عمره. تاريخ اكتشاف السديم يعود تاريخ اكتشاف السديم إلى عام 150 ميلاديا، حيث ذكر كلوديوس بطليموز عالم الرياضيات الإغريقي في كتابه خمس نجوم تبين بعد ذلك أنها سدم. وتم ذكر اسم السديم لأول مرة عن طريق الفلكي الإيراني عبد الرحمن الصوفي في عام 940 ميلاديا. تم اكتشاف سديم السرطان في عام 1054 ميلاديا، حيث كان مرئيا لعلماء الفلك على الأرض. اكتشف نيكولا كلود سديم الجبار باستخدام التلسكوب في عام 1610 ميلاديا. وفي عام 1864 مع تطور علوم الفلك والفضاء تم رصد أكثر من 70 سديم في الفضاء الخارجي. ومع اختراع التلسكوبات الفضائية المتطورة كتلسكوب هابل وتلسكوب سبيتزر، تم رصد الكثير من السدم في الفضاء، وتم التعرف على أنواع كثيرة وغريبة منها. أمثلة لأشهر أنواع السدم:
سديم رأس الحصان، ويقع في كوكبة الجبار يبعد عن الأرض 1500 سنة ضوئية، وهو عبارة عن سحابة من الغاز والغبار تشبه رأس الحصان ويمتد إلى مسافة 3 سنوات ضوئية. أعمدة الخلق. هو سديم يشبه الأعمدة الصخرية أو الجبال، ويقع في كوكبة الحية، ويشتمل على الكثير والنجوم التي تشكلت داخل السديم. ويبعد سديم أعمدة الخلق عن الأرض مسافة 7000 سنة ضوئية، ويمتد لمسافة 5 سنوات ضوئية. وهذه الصورة لأعمدة الخلق أو سديم النسر هي واحدة من أفضل 10 صور التقطها تلسكوب هابل. سديم الجبار يبعد عن الأرض مسافة 1350 سنة ضوئية، ويقع جنوب حزام كوكبة الجبار، وهو من أكثر السدم رؤية ووضوحا في السماء، ويمتد لمسافة 24 سنة ضوئية. سديم السرطان يبعد عن الأرض 6500 سنة ضوئية، ويقع في كوكبة الثور، وتمتد مساحته 11 سنة ضوئية. سديم الشبح هو سديم عاكس للضوء، ويقع على بعد 1700 سنة ضوئية، وتمتد مساحته إلى 2 ضوئيتين، ويقع في كوكبة الملتهب. سديم القاعدة أو سديم كارينا يقع على بعد 10000 سنة ضوئية في درب التبانة، وهو أكثر السدم التي تحتوي على أكثر النجوم لمعانا في درب التبانة، ويمتد لمسافة 2 ضوئيتين، ويقع في كوكبة القاعدة. سديم الحلقة هو سديم على شكل حلقة، يقع في كوكبة الكيثارة، ويبعد عن الأرض 2300 سنة ضوئية، ويمتد المسافة 3 سنوات ضوئية، وهو من السدم الإشعاعية. سديم رأس القرد يقع في كوكبة الجبار على بعد 6400 سنة ضوئية، وهو سديم إشعاعي وتتوالد فيه النجوم بشكل سريع نسبيا عن غيره من السدم. سديم البحيرة هو من السدم الإشعاعية، ويبعد عن الأرض مسافة 4100 سنة ضوئية، ويمتد لمسافة 110 سنة ضوئية. سديم جناحي الفراشة هو سديم إشعاعي يقع على بعد 2100 سنة ضوئية من مجموعتنا الشمسية في اتجاه كوكبة الحواء، ويشبه بعض علماء الفلك هذا السديم بجناحي الفراشة، لذلك أطلق عليه اسم سديم جناحي الفراشة أو سديم النفاثتين. سديم الحجاب
يقع على بعد 1500 سنة ضوئية في كوكبة الدجاجة، وهو عبارة عن بقايا مستعر أعظم انفجر قبل 8000 عام، ويعتبر من أحد أكثر السدم الساطعة والتي تصدر أشعة إكس. سديم العنكبوت، ويقع في مجرة ماجلان الكبرى، وتبعد عن مجرتنا 169 ألف سنة ضوئية، ويمتد لمسافة 35 سنة ضوئية، ويعد سطوعه عظيما بالنسبة لجرم سماوي عن غيره من النجوم. سديم وعين القط، ويقع في شمال كوكبة التنين، وهو سديم كوكبي يتكون من نجم يحتضر ويقذف غازات وغبار، وهو عبارة عن مرحلة نهائية من حياة نجم شبيه بالشمس، ويبعد 3300 سنة ضوئية من الأرض، وتبلغ مساحته ما يقرب من سنة ضوئية. سديم الفراشة، يقع في كوكبة العقرب ويبعد عن الأرض 4000 سنة ضوئية، وتكون سديم الفراشة من نجم ضخم تفجر رامان غلافه في الفضاء. سديم NGC 7027، وهو أحد السدم الكوكبية، يبعد 3000 سنة ضوئية من الأرض، ويقع في كوكبة الدجاجة. ويعتقد العلماء أن الشمس سوف تصبح سديما بعد 5 مليارات سنة من الآن، ثم بعد ملايين السنوات الأخرى تعاد تشكل النجوم والكواكب فيها، وهكذا دورة حياة وموت، ويبقى الله الواحد الباقي سبحانه. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.